الكبده بالرده بتاعتنا عباره عن كيلو كبده متقطعه تقطيع البنيه طرنشات ومتقطعه رفيعه، بعد كده معايا شويه رده، كوبايه ميه بصل، معلقه كبيره ثوم مفروم، ملح وكمون وكزبره ناشفه وثوم بودر وبصل بودر، تتبيله عالميه ملهاش حل في الكبده. سيبك من كبده السوق خالص اللي بتجيبيها من بره اللي ما فيهاش طعم تتبيله، عيشي معايا في التتبيله دي ودوقي الكبده بالرده لاول مره. تاني كيلو، ماشي يا سباعي، ما انا قلت لك يا سباعي انت كده شكرا خلاص. كيلو كبده، كيلو كبده بانيه ورده، كوبايه ميه بصل، معلقه كبيره ثوم مفروم، ملح وكمون وكزبره، ثوم بودر وبصل بودر. دي كده مقادير الكبده بالرده. نشوف بس الاول الشوايه اللي في الزيت دول اخبارهم ايه، ونحضر التتبيله المتينه بتاعه الكبده. لا 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 لا، ده انت زي الفل بجد ما شاء الله، يعني الصيام مقصر. نعمل تتبيله الكبده بالرده. يلا نقول تاني المقادير واحنا شغالين. ثوم مفروم اهو، ماشي. ايه كمان عايزين؟ معلقه تانية. يلا يا جماعه معايا ثوم مفروم، كزبره ناشفه، كمون، ملح، ماشي نشيل كل ده، ثوم بودر، بصل بودر. طب كل دول هيتذوبوا في ايه؟ في كوبايه ميه بصل، وعرفنا 100 مره بنطلعها ازاي كده اهي. بس يا ستي دوبي كل ده في بعضه وانزلي بالكبده بس كده. هون نقلب كده، بسم الله، ادوب كل التوابل بتاعتنا في ميه البصل. طعم وريحه للكبده في منتهى الجمال بالشكل ده كده. وبعدين ننزل الكبده فيها. ادي كيلو الكبده، بسم الله، مقطعه بس يا جماعه الحروف، مش حاطه حروف تخينه في الكبده كده اهي بالشكل ده، متقطعه رفيع خالص ومتشال الحروف بتاعتها يا محمد. وبعدين نقلب الكبده في التتبيله. الكبده من الحاجات اللي اول ما بتتبليها بتشرب على طول التتبيله، ما فيهاش اي مشكله خالص كده. وعايزين بس طبق كبير او صينيه كبيره بعد اذنك يا شيف سيد عشان نطلع فيها بس الكبده دي. خلاص كده هي شربت التتبيله. هعمل ايه بقى؟ ادي الرد عندي، عايزين طبق. طبق يا باشمهندس مش هيقضي ده. بصوا كده، احط الكبده في الرده واغطيها كده كويس قوي، شايفين بثبتها ازاي؟ واروح قلبها على الناحيه التانيه واثبت كده تاني، ونجيب طبق ونطلعها فيها تاني. نقلب بس المخ كده يا شيف سيد بعد اذنك. ادي كده تاني اهو، ماشي، نغطي كده. اهم حاجه التغطيه دي يا جماعه، ونفض الزياده وارصها في طبق. لسه شويه صح؟ لسه شويه. طب انقل لنا الزيت بقى، يعني هات ده هنا وده هنا عشان نقل الكبده تاني اهو. ثبتي من جميع النواحي كده. هنملى الطبق ده ونروح نحمره، وبعد كده اطلعكم فاصل تستريحوا شويه وانا اكمل القلي. حرام يعني تفضلوا قاعدين كده، اوريكم بس واحدتين كبده نطلعهم كده وخلاص. لسه 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 كده. ايوه. نشيل تاني كده، بسم الله اهو. يا ام مازن اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا ام مازن، اخبارك ايه؟ الله يخليك يا شريفه، يا انا كنت عايزه حضرتك في حاجه يا شريفه. تحت امرك يا حبيبتي، ربي. خدي رقمي وكلميني، او سيبي رقمك من عينيا، من عينيا يا ام مازن كده. اللي رده ما بحطش عليها حاجه، رده بس.
قد ايه الرده دي يا جماعه مفيده جدا، لو تعرفوا مفيده قد ايه للجسم بجد، كلها فوائد. عشان كده دايما العيش البلدي اللي بالرده مفيد جدا جدا عن العيش الابيض. تعالوا بقى ايه نقلي دول عشان نطلع فاصل، نركن بس دول، ما هوريهم بس، نطلع كده نوري حبايبنا كده كام واحده، تبقاش بخيل، نوري حبايبنا بس شكلها ما تطلع كده، وبعدين ايه نطلعك الفاصل. ماشي يا عم زباي. نجيب كده هنا منديل في الكبده وهي بتتقلي، ما بطلعهاش بالمصفى بتاعت الزيت، لا ما نطلعها بايه، بشوكه، التقليب كمان بشوكه ومن حرف الكبده. هنشوف دلوقتي ازاي، ما تدخليش فيها كبشه الزيت خالص. ندي تقليبه لشويه المخ اللي فاضلين دول، هم خلاص خلصوا اهم، خلاص تعالوا نطلعهم الاول قبل ما نقلل الكبده. بصوا بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، اهو يا دعاء اهلا وسهلا، يا دودو اهلا وسهلا، دعاء مستمعاني، ادي المخ يا جماعه بالشكل ده. عايزه تقطعي حتت كبيره عن كده ماشي، عايزه تقطعي حتت صغيره عن كده في ايديكي مفيش اي مشكله خالص. ادي المخ اهو كده خلص، ندخل بقى على قلي الكبده، يلا بينا. الزيت يسخن بسم الله، هنفض بس الرده الزياده دي واروح منزلها كده، متقطعه شرايح رفيعه ورقيقه، فما بتاخدش وقت في الزيت عشان ما تنشفش منك، تبقى عامله زي الكاوتش. يعني انا انزلها كده، اجيب الشوكه اقلب على الوش التاني واطلع، ايه ده معقول؟ معقول ونص وتلات ارباع، اين الشوكه؟ اين الشوكه؟ اين الشوكه؟ بسم الله. بصوا تقلب كده اهي، ونشوف بقى ايه شكلها. الله على الريحه اللي طالعه، التتبيله الخطيره بتاعه الكبده النهارده اهي يا جماعه، خلاص خلصت لون الرده الجميل، الطبقه ثابته ما خدتش وقت خالص، الكبده كده استوت وطريه، ما استوتش وناشفه، الناس اللي بتشتكي انها بتنشف منها اهي، ادي شكل الكبده. دلوقتي بقى انا هعمل شويه واحمرهم على ما انتوا تطلعوا تستريحوا شويه وترجعوا لي، نكون حمرنا الكبده ونشوف فطارنا النهارده لسه فيه ايه مع بعض. فاصل صغير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل، ما زلت بحمر في الكبده، هطلع الطاسه دي وبعد كده شيف سيد بقى هيقللنا على العين التانيه يكمل قلي عشان احنا نعمل سلطه الكبده مع بعض. نطلع بس الطاسه دي، قلت كده نطلعها مع بعض بلون الكبده الشاهي ده، شايفين طبقه الرده عامله ازاي واللون الجميل بتاع الكبده، بسم الله ما شاء الله عليها. قطعيها بقى كبير، قطعيها صغير، براحتك خالص، عيش وسيبنا عيش واديني عيش. نطلع كده ونحط الباقي، ويلا يا شيف سيد بقى على ما احنا نعمل سلطة الكبدة.